كده المبادره دي انت اقتراحات تتم من واحد مجموعه تاع الناس وحنا من خلال السياسه تاع النادي تاع مجموعه تاع المؤسسات كيما تاع المركز الجهوي تاع الدعم ولا المندوبيه الجهويه تاع وزاره الشباب والرياضه قررنا حنا كفريق رشيد المنوني ومراكشي باش نجيو يعني نشاركوا في هذه الحمله تاع التبرع. ونتمنى من كاع الفرق وكاع اللاعبين وكاع المجتمع خاصة وعامة أنه يحاول أنه يدير هذه المبادرة باش نحاولوا نقدوا واحد الناس اللي محتاجين التم ديالنا ومحتاجين بزاف التم ديالنا. وأنا كلاعب رسمي بالمامونية بحد ذاتي فخور وفرحان في هذا النهار حيت قدرت أنني ندير ولو حاجة اللي بسيطة ويقدر أي واحد أنه يدير هذا الحاجة. وتنتمنى لكاع الناس يوعوا بهذه القضية وأنهم يعطوا الدم، وراه ماشي شي حاجة اللي هي صعيبة ولا خطيرة ولا شي حاجة، ولكن يقدر أنه ينقذ بها بزاف الحوايج ويجيب بها بزاف الحوايج اللي هما خطار وحنا ما واعيينش فيهم. وتنتمنى إن شاء الله كل شيء يدير بحال هذه المبادرة. شكرا.